تغييرات أمنية في جهازي المخابرات والأمن الوطني فتحت أبواب التكهنات على مسار السلك العسكري. تعزيز إدارة الملف الأمني مع المحافظة على المكتسبات الأمنية المتحققة خلال الفترة الماضية هدف يضعه السوداني ضمن أولوياته. وفقا لتصريحات رسمية، فإن التغييرات تأتي بمعزل عن أي أهداف سياسية أو حزبية تحاول استثمار المناصب الأمنية لتعزيز وجودها، فيما يؤكد خبراء الأمن والدفاع أهمية تدوير المناصب الأمنية الحساسة لخلق بيئة عسكرية بعيدة عن الولاءات. المؤسسة العسكرية العراقية يجب أن لا يكون هنالك التزام بالبقاء بالمنصب، يعني التوجيهات اللي حصلت كثيرا هو أنه لا يجوز أن يبقى صاحب المنصب أكثر من 4 سنوات، وهذه التغييرات واردة. يعني يجب أن يكون بالمؤسسة العسكرية تغيير لدماء كثيرة، وخاصة إن كان هنالك تقصير بهذا الموضوع. رياح التغيير قد تعصف بمناصب بعيدة عن الجانب العسكري، تلوح في الأفق. ووفقا لتصريحات رئيس الوزراء، موجة جديدة تشمل محافظين ووزراء، خصوصا مع إطلاق أموال الموازنة وتنفيذ المشاريع وفقا لرؤية البرنامج الحكومي. أكو لجنة تشكلت لتقييم الأداء لجميع الدرجات الوظيفية على مستوى الوزراء، الوكلاء، المدراء العامون، المحافظين وبعض الشخصيات الأمنية، وهذه اللجنة تقدم تقريرها بشكل مفصل، وعلى ضوء هذا التقرير يتم تغيير المناصب. وأعتقد اللجنة اليوم هي تحاول أن تختار الأفضل. أما الكتل السياسية فقد أبدت خلال الفترة الماضية دعمها لمشروع الحكومة في إحداث تغييرات على مختلف المناصب التي قد تتقاطع مع المنهاج الحكومي، ليبدو الاختبار الأكبر خلال الفترة المقبلة والتي قد تحمل متغيرات كثيرة على الساحة السياسية. علي أسد، يو تي في، بغداد.